السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشعوب المقهورة. الأنشطة والفعاليات المتعاقبة للشعوب غير الفارسية لا شك بأنها توجع المحتل الفارسي الإيراني، وهو يحاول بكل وسيلة منعها وأيضا كبتها، ويستخدم في ذلك نفوذه السياسي ومصالح الأنظمة معه. لكن هناك مجالا رحبا للحركات التحررية للعمل والنشاط، كان آخر ذلك ما حصل في كوبنهاغن لمؤتمر النضال الأحوازي الذي تحدث عن القضية الأحوازية وعاصفة الحزم. المؤتمر كان له حضور كبير من السياسيين والمثقفين والحقوقيين والإعلاميين المتخصصين بالشأن الإيراني، وأيضا المناصرين للقضية الأحوازية والمهتمين بالعمل الإنساني. نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود إليكم. اختتمت أعمال المؤتمر السياسي الثالث لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والذي انطلق تحت عنوان المقاومة الوطنية الأحوازية وعاصفة الحزم صباح يوم السبت الموافق 28 نوفمبر، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية العربية التي جاءت من مختلف الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الكردية والبلوشية والأذربيجانية. كان المؤتمر قد افتتح أعماله بكلمة للسيد حبيب جبر رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حيث قال في كلمته إن القضية الأحوازية اجتازت مرحلة التعريف بها بعد أن كانت منسية. وأضاف حبيب جبر أن القرن المنصرم الذي مر على احتلال الأحواز أثبت أننا شعب شديد التعلق بهويته العربية وانتمائه الإسلامي. وأشاد جبر بعاصفة الحزم وقيادة المملكة العربية السعودية، وقال إن عاصفة الحزم أربكت حسابات الدولة الفارسية ووضعت حدا لتدخلها السافر في شؤون اليمن، والتي تعتبر خطوة مثالية يمكن أن ننطلق منها كأساس عملي للتصدي للمشروع الفارسي الخطير. كما أكد جورج صبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض في كلمته أن المعركة واحدة والانتصار واحد ضد العدو الفارسي في سوريا والأحواز. وتابع صبر أن جرحنا وعدونا واحد، وإذا وحدنا جهودنا ضد الاحتلال الإيراني سنحرر المحمرة ودمشق. من جهته تساءل الدكتور محمد السعيدي أستاذ الفقه في جامعة أم القرى قائلا: هل نريد أن تكون عاصفة الحزم في اليمن فحسب، أم نريدها أن تكون شاملة لكل الحركات التحررية للتخلص من النفوذ الصفوي، في إشارة إلى المطالبة بها في أكثر من قطر عربي محتل؟ وطلب محمد البططشة النائب في البرلمان الأردني بوضع القضية الأحوازية ضمن المناهج العربية حتى تدخل عقل ووجدان الإنسان العربي. وقال الأستاذ سعد بن بية الكاتب والدبلوماسي الموريتاني إن من مصلحة العرب دعم واستثمار القضية الأحوازية في مواجهة جار عدو. وألقى السيد صلاح الدين الفاروقي أمير منظمة جيش العدل البلوشية كلمة عبر اتصال هاتفي وجه فيه خطابه إلى ضيوف المؤتمر، حيث أشاد بعاصفة الحزم وقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعا فاروقي إلى توحيد الصفوف بين كل الحركات التحررية للشعوب غير الفارسية في مواجهة الاحتلال الفارسي. وحث يوسف سلطاني القيادي في تنظيم بيجاك الكردي الدول العربية على اتخاذ موقف جريء وجاد بالتعامل والتعاون مع الحركات التحررية للشعوب غير الفارسية. من ناحية أخرى، تحدث محمد بلغام ممثل الحركة الوطنية الأذربيجان الجنوبية واتحاد أذربيجان الجنوبي عن ممارسات الدولة الفارسية بحق الشعب الآذري، وأضاف إننا مع العرب وباقي الشعوب في خندق واحد لمواجهة الاحتلال الفارسي.
ومن ناحيته أكد الأستاذ الدكتور بدر الداهوم النائب السابق في البرلمان الكويتي في كلمته على أننا كعرب نحتاج مشروعا يواجه المشروع الصفوي الفارسي، وهذا يستدعي أن نرسم خطة دقيقة وقوية تأخذ بعين الحسبان جميع القوى والحركات التحررية للشعوب في خارطة ما يسمى بإيران. وحيا جمال غارسلي النائب السابق في البرلمان الألماني الشعب العربي الأحوازي ومقاومته، وأعلن عن تضامنه التام ومؤازرته لحق الشعب العربي الأحوازي في نيل الحرية من براثن الاحتلال الفارسي. كان القائمون على المؤتمر قد كلفوا كل من المحامي الجزائرية دكتور أنور مالك رئيسا للجنة السياسية، والمحامي الجزائري والمدير السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق الأستاذ طاهر بومدرة رئيسا للجنة القانونية والحقوقية، واللواء المنشق محمد الحاج علي مدير أكاديمية الدفاع الوطني في سوريا رئيسا للجنة الأمنية. هذا ووصلت اللجان مناقشاتها وخلصت إلى وجوب توفير الدعم السياسي للمقاومة الأحوازية من خلال مطالبة جامعة الدول العربية بتبني القضية الأحوازية وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الفارسي بحق الأحوازيين من خلال توثيق كل الانتهاكات وإيجاد آليات عملية لتقديم الدعم والخبرات العسكرية للمقاومة الوطنية الأحوازية وتزويدها بكل ما يلزم. وقد تلا السيد موسى مهدي الفاخر عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز البيان الختامي للمؤتمر، حيث خرج بالتوصيات التالية: حق الأحوازيين في مقاومة الاحتلال الفارسي والتأكيد على الهوية العربية للأحواز، فتح قنوات مع المسؤولين العرب على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات، التفعيل الفكري والثقافي للهوية العربية للأحواز والتركيبة السكانية والعادات والتقاليد في الأحواز من خلال إصدار كتب وبحوث وعقد مؤتمرات وندوات تختص بهذه القضايا، تكوين جبهة عريضة للشعوب غير الفارسية في مواجهة الاحتلال الفارسي وأدواته البغيضة، وتشكيل لجنة مشتركة بين هذه القوى والحركات السياسية التحررية لوضع ميثاق جامع للعمل المشترك لتحقيق الغايات والمقاصد النبيلة لهذه الشعوب، مطالبة رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بتعليق عضوية إيران وتجميدها أو إسقاطها لمخالفتها الواضحة والصريحة للمبادئ التي أسست عليها تلك المنظمات الإسلامية العالمية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رموز النظام الإيراني بسبب ممارساتهم وانتهاكاتهم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وشن العدوان على الأحوازيين والشعوب غير الفارسية، إبراز الشخصية الوطنية الأحوازية في المحافل العربية والدولية، دعم عوائل الشهداء والمقاومين والأسرى في الأحواز، إيجاد آلية جغرافية للتواصل بين الإثنيات غير الفارسية الطامحة للثورة، العمل على توحيد الفصائل المقاومة للشعوب غير الفارسية. أهلا وسهلا بكم من جديد. ينضم معي الآن الدكتور إسماعيل خلف الله الباحث والمحامي في القانون الدولي، وهو أحد الحاضرين لمؤتمر النضال الأحوازي في كوبنهاجن. الدكتور إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا على هذه الاستضافة وتحية للمشاهدين الأكارم. حياكم الله دكتور إسماعيل وأهلا وسهلا بك. كنت من الحاضرين لمؤتمر النضال الأحوازي في كوبنهاجن. كيف قرأ الدكتور إسماعيل هذا المؤتمر منذ بدايته إلى نهايته؟ أنا في قراءتي المختصرة لهذا المؤتمر أرى بأن المؤتمر ناجح 100% من الجانب التنظيمي أو من الجانب التنسيق بين اللجان فيما خلصت إليه. فنستطيع أن نقول أن اللجان، اللجنة القانونية أو اللجنة السياسية أو اللجنة الأمنية، كانوا اتفقوا جميعا على قضية
الأحواز أن تكون لها الشرعية الدولية لكي تطالب باستقلالها التام من المحتل الإيراني الفارسي. نعم دكتور، يعني من خلال الحاضرين من الإعلاميين وأيضا من السياسيين والحقوقيين، هل رأيت بأن هناك انشقاق من ناحية يعني شرعية المطالبة بأرض الأحواز أو عدالتها أو الاختلاف على الآليات التي يعني خطها المؤتمر من ناحية المقاومة الأحوازية وربطها بعاصفة الحزم؟ لا، لكن التنسيق كان واضحا، قلتها في بداية أن التنسيق كان واضحا بين اللجان التي تشكلت من هذا المؤتمر. وهناك الإشارة إلى نقطة مهمة، من خلال مناقشاتنا داخل المؤتمر لاحظنا هناك من يركز على نقطة الأقلية، وهذا خطأ. الصحيح أن الشعب الأحوازي أو الدولة الأحوازية هي ليس الشعب الأحوازي ليس أقلية، لا نحسبه أقلية تطالب بالاستقلال، بل أن الشعب الأحوازي والدولة الأحوازية كانت دولة قائمة بجميع الأركان قبل الاحتلال الإيراني لها في سنة 1925. بل نذهب إلى أبعد من ذلك، أن الدولة الأحوازية كانت قبل أن تكون إيران دولة. الأحواز، نركز على ذلك، أن الأحواز كانت دولة قائمة بجميع الأركان قبل أن تكون إيران دولة. كان لك نظرة تفاؤلية من خلال الكلمة التي ألقيتها في المؤتمر من ناحية أن الأرض الأحواز ستكون بإذن الله محررة، وقارنت ذلك ببلدك الجزائر، كيف قرأت يعني هذا التفاؤل؟ أنا كنت قد بدأت بقاعدة تاريخية ثابتة، أن إرادة الشعوب في التحرر لا تقهر. فالشعب الجزائري لما أراد أن يتحرر فانتفض في ثورة نوفمبر المجيدة سنة 1954، وبمشيئة الله وقدرته كان الاستقلال في سنة 1962، يعني بعد 7 سنوات من الجهاد. ونشير إلى نقطة، يجب أن توحد الصفوف داخل الحركة النضالية الأحوازية، يجب أن توحد الصفوف، فالتفرقة تزيد في عمق الأزمة وتطيل أمد الاستقلال. نعم دكتور إسماعيل، يعني المؤتمر انتهى بتوصيات عديدة، البعض يرى بأن مثل هذه التوصيات يعني من الصعب أن تتحقق، البعض يرى بأن يعني لابد أن يكون لها واقع ملموس في الفترة القادمة، البعض يقول بأن يعني هذه التوصيات مجرد يعني حبر على ورق لا يمكن أن تنفذ، رأيك دكتور إسماعيل؟ أنا أعتبر أن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر هناك نسبة كبيرة من تحققها على أرض الواقع، وخير دليل على أن عاصفة الحزم، ونقولها بكل صراحة وبكل موضوعية، أن عاصفة الحزم نجحت إلى حد بعيد في أن توحد الصف العربي وأن ترجع اليمن الشقيق إلى الحضن العربي والحضن الخليجي. فهذا قبل أشهر أو قبل سنوات لم يكن موضوع مطروحا على أرض الواقع، وكان أمرا من الخيال، وهو الآن واقع. والنجاحات تلو النجاحات، فعاصفة الحزم أثبتت أن القوة العربية إذا توحدت تكون لها الكلمة داخل المجتمع الدولي وقادرة على صنع القرار الدولي بكل أريحية. لعلك لاحظت يعني في قاعة المؤتمر بأن هناك حضور آذري وأيضا كردي وأيضا بلوشي وحضور كبير من الأحوازيين بلا شك، هل تظن بأن
العمل يعني الأحوازي مثلا لوحده يكفي بأن يقارع هذا النظام الإيراني، أم أن تشكل جبهات متماسكة متكاتفة من جميع الأقليات ممكن أن تصنع شيء داخل جغرافية ما تسمى بإيران؟ نعم، هذا ما خلص إليه المؤتمر من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر. نعم. هو تشجيع الشعوب غير العربية أو الشعوب غير الفارسية، عفوا الشعوب غير الفارسية في إيران التي تريد أن تتحرر، فبدعم هذه الشعوب هو اختصار للطريق لتحرير الأحواز وللقضاء على التمدد الصفوي في المنطقة العربية والإسلامية. نعم دكتور، يعني هل من كلمة تحب أن ترسلها إلى الأحوازيين وهم الآن يعني يشاهدون الآن، من ناحية التكاتف، من ناحية الاهتمام بالقضية، من ناحية الصبر، وأنت من بلد الجزائر، بلد المليون شهيد، عانيتم ما عانيتم، وأكيد بأن لديكم العديد من الدروس والعبر في مقاومة العدو. أنا أقول للإخوة في الأحواز إنما هو صبر ساعة، ولكن هناك شروط يجب أن تتوفر في الحركة النضالية، فتوحيد الصف شرط أساسي. فالحركة النضالية في الجزائر لما كانت متشتتة طال أمد الاستقلال، ولما توحدت في جبهة واحدة وهي جبهة التحرير الوطني آنذاك في الأول نوفمبر 54، كان الجهاد تحت لواء جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. فلما توحدت القيادة وتوحد الفصيل استطاعت الشعب الجزائري أن يقضي على الاستعمار الفرنسي. فكذلك على الأحواز، أنا أنصحهم أن تتوحد الصفوف وأن تتوحد المنظمات وتنطوي. وأنا أرى في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الشروط أو المواصفات في هذه القيادة، فلينطو تحت هذه الحركة، فهي بطبيعة الحال ستختصر طريقهم إلى الاستقلال بحول الله. الدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والباحث في القانون الدولي، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، كان هناك تفاعل من نوع آخر وذلك عبر تويتر مع مؤتمر النضال الأحوازي في كوبنهاغن، نشاهد هذه التغريدات. Mm-hmm.
اختتمنا هذه التغريدات بعيسى مهدي الفاخر وأيضا هو معنا الآن من هولندا الأستاذ عيسى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك شيخ عبد الله. حياك الله وأهلا وسهلا بك. أستاذ عيسى المؤتمر يعني كان له أبعاد وكان له حضور رائع حقيقة من ناحية السياسيين وأيضا الحقوقيين وأيضا الفقرات التي كانت موجودة يعني كانت متميزة عن المؤتمرات السابقة. كيف كان الإعداد الذي نفذته الحركة؟ هناك إعداد مسبق أم أن يعني ما حصل هو يعني مجرد يعني ترتيب يعني اعتادت عليه الحركة؟ لكن نجد بأن هناك عمل نوعي لابد أن له من أسرار. طبعا حركة النضال العربي لتحرير الأحواز دائما عودتنا وعودت الجميع على أنها مستعدة دائما على أن تقوم بفعاليات أو نشاط دائما جيد جدا، وأيضا دائما هي مستعدة على أن تقوم بالإعداد المناسب لأي مناسبة تقوم بها. وهذه المرة المؤتمر هو يختلف عن المؤتمرين السابقين اللذين قامت بهما حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بكثير، والأسباب التالية. أولا هذا المؤتمر هذه المرة حضرت فيه شخصيات عربية تختلف عن الشخصيات عن المؤتمرات السابقة بكثير من حيث الكم ومن حيث المستوى، وهي معروفة على المستويين الدولي والعربي. بالإضافة إلى ذلك حتى الحضور الأحوازي هذه المرة حضور لافت جدا ويختلف عن الحضور الأحوازي في الفترات السابقة. هذه المرة كم شخصية حضرت من الشخصيات غير الأحوازية تقريبا يعني؟ نعم يعني كم شخصية حضرت أو دعيت لهذا المؤتمر من غير الأحوازيين؟ طبعا الحضور العرب هذه المرة أكثر من 90 شخصية عربية حضروا، شخصية إن كانوا عربية أو من الشعوب غير الفارسية حضروا إلى المؤتمر هذه المرة أكثر من 90 شخصية. أنا سمعت بأن في أحد أفراد الذين حضروا المؤتمر يقول بأن قرابة 15 دولة تقريبا يعني مثلوا دولهم في هذا المؤتمر، هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، أكثر من 15 دولة يعني شخصيات من هذه الدول حضروا إلى المؤتمر. أيضا حتى الحضور هذه المرة أكد يعني كافة الحضور أكدوا على أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر لا تكون مجرد حبر على ورق فقط، وإنما أصروا على أن تتم متابعة التوصيات والعمل بها. التوصيات سنعود إليها لكن أستاذ عيسى التوصيات يعني سنتحدث عنها، لكن أود أن تعطي يعني شيء من التفاصيل حول الحضور. ما هي الدول التي يعني أو الأشخاص الذين مثلوا دولهم في هذا المؤتمر؟ يعني في العادة كان من العراق، سوريا، من السعودية، من البحرين، من الكويت، يعني حصل هذا في المؤتمر الماضي. ما الجديد يعني في هذا المؤتمر؟ طبعا هذه المرة الحضور العراق، المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، الجزائر، من المغرب، من مصر، من لبنان، أيضا من فلسطين، يعني من موريتانيا، أيضا من كافة الدول العربية، يعني ربما دولة أو دولتين لم يحضر منهما ضيوف. نعم. ولكن من كافة الدول العربية حضروا، وأيضا الحضور كافتهم شخصيات معروفة إن كانوا سياسيين أو حقوقيين أو إعلاميين. الحضور الأحوازي كم كان عدد الحضور الأحوازي في المؤتمر؟ هذه المرة يعني طبقا للإحصائيات الدقيقة أكثر من 80 أقول شخصية يعني حضور أحوازي أكثر من 80 شخص أحوازي حضروا إلى المؤتمر، يعني قرابة 170 حضروا المؤتمر من جميع الجنسيات. نعم أكثر من 170 شخصية حضرت المؤتمر بشكل عام. أكثر من 170 حضروا المؤتمر كما قلت لك هذه المرة. أيضا التغطية الإعلامية هذه المرة مختلفة عن السابق بكثير. نعم. في الفترات السابقة كانت مثل صحف شرق الأوسط والحياة لم تغطي المؤتمر، أما هذه المرة حضروا من عدة مراكز دراسات تابعة للدول العربية، أيضا عدة صحف معروفة على المستوى مستوى العالم العربي،
أيضا القنوات التلفزيونية وعلى رأسها ما هي الصحف أستاذ عيسى؟ يليت يعني تذكر لنا أسماء الصحف، أسماء القنوات، أسماء مراكز البحوث؟ طبعا أكثر من 12 قناة حضرت إلى المؤتمر، من بينها قناة وصال، صفاء، العربية، المستقبل، CNN العربية، بعض القنوات التي لم يحضرني اسمها، ولكن هي أكثر من 12 قناة، أيضا الإخبارية حتى لا أنساها. هذه أكثر من 12 قناة حضرت، بالإضافة إلى الصحف من بينها الحياة، الشرق الأوسط، الوطن، البحرينية، أيضا مركز دراسات المزمات، مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية. هذه أبرزها، ولكن هنالك العديد، ومن خلال المتابعة يمكن للأشخاص يعني يجدون كيف كانت التغطية الإعلامية لهذا المؤتمر. نعم، ذكر لي أستاذ عيسى، ذكر الأستاذ محمد العرب كبير مراسل قناة عربية، قال لي بأن كان هناك تغطية من قناة العالم وبعض القنوات التابعة لإيران تندد وتستنكر ما حصل في المؤتمر، لديك تفاصيل عن هذا الموضوع؟ أخي العزيز، هي ليست قناة العالم فقط، وإنما من خلال المتابعة يمكنك أن تجد أن الصراخ أصبح على قدر الألم. أحدهما أن مهم جهات مشبوهة قامت باستهداف بعض حساباتنا مثلا على تويتر، وأحدهما حسابي أنا على التويتر. هذا يدل على أن حجم هذا المؤتمر كبير جدا، لذلك هنالك جهات كثيرة الآن أصبحت تهاجم هذا المؤتمر وتهاجم الحضور، تهاجم الشخصيات العربية من أجل التضليل على الرأي العام. أنا أقصد الوسائل الإعلامية أستاذ عيسى، الوسائل الإعلامية يعني التابعة لإيران، كيف تناولت المؤتمر؟ طبعا الآن فقط سمعنا على أن قناة العالم هي إحدى القنوات التي قامت باستهداف هذا المؤتمر وانتقاده، ولكن بكل تأكيد خلال الأيام القليلة الآتية ستقوم كافة وسائل الإعلام الفارسية ستقوم بتوجيه الاتهامات لهذا المؤتمر مثل ما قامت في الفترات السابقة. نأتي إلى التوصيات أستاذ عيسى، هناك من يقول بأن يعني مثل هذه التوصيات قد لا يكون لها يعني تأثير كبير، وأن في المؤتمرات الماضية حصل هناك توصيات ولم يحصل لها أي تنفيذ، ماذا بعد هذه التوصيات؟ أخي أبو أصيل، أصلاً هذه من يعتقد أو يظن على أن التوصيات مجرد حبر على ورق هو أنه مخطئ تماماً، لأن النتائج هي بعض النتائج اتضحت خلال المؤتمر. مثلا خلال المؤتمر تكفل مدير قناة صفاء بتكاليف وكالة أنباء أحوازية تخدم القضية الأحوازية، هذه تعتبر نتيجة لهذا المؤتمر. هذه يعتبر جزء من النتائج التي تخدم القضية الأحوازية. أما التوصيات فبكل تأكيد هذه المرة الضيوف هم أكثر منا مصرين على أن تتم متابعة هذه التوصيات، لأنهم يرون أن القضية الأحوازية لابد أن تأخذ مكانتها في الساحة الدولية والساحة العربية. أيضا أخي العزيز أبو أصيل، أود من خلال قناتكم الموقرة قناة وصال التي وقفت إلى جانب القضية الأحوازية طيلة هذه الفترة، إننا كحركة النضال العربي لتحرير الأحواز مقبلين على إقامة بعض الفعاليات في المدر، والتي سيكون لها تأثير إيجابي وإنعكاسات كبيرة جدا على الساحة الداخلية والخارجية، تختلف عن الفترات السابقة. وهذه أقولها ليس يعني مجرد فقط من أجل الدعاية أو مجرد كلام فقط، وإنما من يتابع حركة النضال يعرف أننا حينما نقول يعني دائما نؤمن ب يعني تبديل أو تغيير الأقوال إلى أفعال، هذه ما نقولها. وهذه المرة نعد أبناء شعبنا العربي الأحوازي ونعد كافة مناصرين القضية الأحوازية إننا مقبلين على إقامة فعاليات كبيرة جدا تختلف عن الفعاليات السابقة، وسيكون لها تأثير إيجابي. وهذه كلها من قرارات قيادة حركة النضال وعلى رأسها السيد حبيب جبر، هذه كلها القرارات منهم، وإن شاء الله سنقوم بتنفيذها في المستقبل القريب جدا. نعم، أخيرا أستاذ عيسى، هناك من يقول بأن
مثل هذه المؤتمرات تعتبر هدر للمال وأيضا محاولة لإظهار الحركة في الصورة بأنها هي التي تعمل فقط. أيضا هناك من يقول بأن ليس هناك جدوى من هذه المؤتمرات، كيف ترد بحكم أنك يعني أحد الأعضاء لحركة النضال؟ أولا من يعني هنالك العديد ممن ينتقدون، من ينتقدون على أن هذه المؤتمرات ليست فيها فائدة وما شابه ذلك. أولا أن هذه المؤتمرات أو المظاهرات التي تقوم بها حركة النضال ومن خلال يعني دعوتها واستضافتها لهذا الحضور الكبير أو الحضور العربي، هي تريد أن تبرز القضية الأحوازية على صعيد العالم العربي والدولي، والحمد لله نحن استطعنا خلال هذه الفترة أن نكسب مناصرين كثر لصالح قضيتنا الأحوازية. وإلا كان هنالك الكثير قبلنا جاءوا إلى المهجر يعني خلال 20 أو 30 سنة لا زالوا يراوحون في مكانهم يعني الأول. لا يعني أستاذ عيسى، يعني كل يقوم بجهده وكل على حسب طاقته، يعني يعني كل يعمل وكل له جهود. الساحة بكل تأكيد أخي أبو أصيل، الساحة مفتوحة للجميع. نعم. ونحن كحركة النضال لا نلغي أي جهة. نعم. من العمل في الساحة الأحوازية، لأن نعم. الساحة الأحوازية هي ليست ملكا لنا نحن كحركة النضال فقط. نعم. وإنما هي ملك لكافة أبناء شعبنا العربي الأحوازي. أيضا من حق أبناء أمتنا العربية والإسلامية أن يكون لهم دور إيجابي في العمل من أجل القضية الأحوازية. لذلك نحن علينا نحن كأحوازين أن نشكر كافة الضيوف من الدول العربية الذين يناصرون قضيتنا العربية، لا أن نتهجم عليهم ونرفض عملهم ونعتبرهم على أنهم يتدخلون تدخلا فاجرا. بالعكس، إن الحضور كان مشرف جدا ويستحقون أن نتقدم لهم بجزيل الشكر من خلال هذه القنوات، هذه القناة ومن خلال الأماكن الأخرى. جزيل الشكر لكافة الحضور الكرام من العرب وغير العرب الذين حضروا المؤتمر والذين يناصرون قضيتنا العربية الأحوازية دون أي مصلحة. نعم، الأستاذ عيسى مهدي الفاخر العضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز كان متحدثا ومعلقا على مؤتمر النضال الأحوازي الذي كان في كوبنهاغن يوم السبت والأحد الماضيين. مشاهدي الكرام، الآن مع فقرة رأي وهي تتحدث عن المؤتمر، ويسعدنا المشاركة عبر هذه النافذة في أي شيء يخص القضية الأحوازية أو ما يخص إيران. نشاهد هذه الفقرة ثم نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا أحضر لهذا المؤتمر الثالث للحركة العربية لتحرير الأحواز، وهو مؤتمر هام من الناحية النوعية، من ناحية الشكل، من ناحية المضمون، من ناحية الشكل بحيث أنه كان ممثل فيه الحمد لله رب العالمين كثير من الدول، 16 دولة عربية تقريبا، وأيضا هناك ضيوف من حقوقيين وبرلمانيين وسياسيين ومثقفين. هذا مهم. من حيث المضمون هناك قضايا جيدة جدا ومتقدمة جدا، وهناك فهم، مستوى من الفهم عالي أيضا للقضية. وأهم ما في الموضوع هو المقترحات العملية التي ستدفع بهذا الموضوع. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لشعبنا العربي الأحوازي المقاوم الصامد نجاح وإقامة هذا المؤتمر، مؤتمر حركة النضال العربية لتحرير الأحواز في كوبنهاغن بتاريخ 28 و29، ونجاح هذا المؤتمر بشهادة ضيوفنا العرب والمناصرين الأبطال للقضية الأحوازية. وأبارك للمقاومة الوطنية الأحوازية هذه الإنجازات الوطنية على الساحة الداخلية على أرض الرباط الأحوازية وفي المنفى الساحة السياسية الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وهب من الأحواز في أوروبا. إن شاء الله اليوم المختبر صار حلو، إجت ناس كتير جديدة، وإن شاء الله بحيل الله لأن نقتل الدولة الفارسية. وهب كان نشيط يعني في المؤتمر، كان يصور، كان يغطي. الشعب الأحوازي دائما مناضل ويحاول أن يقاتل هذا العدو بصغاره وكباره. مشاهدي الكرام، جميع التنظيمات الأحوازية وجميع الحركات الأحوازية تعمل كل بحسبها وكل بقدرتها في مقاومة هذا النظام الإيراني، وينبغي ألا نلغي أي عمل
يقوم فيه أي تقوم فيه أي جهة سواء كانت يعني منظمة أو كان حزب أو غير ذلك. هناك يعني من ذكر على عبر الإنترنت بأن مثل هذه الأمور يعني تستهلك أموال كثيرة، ومثل هذه الأمور التي يحاولون أن يضربون بعضهم ببعض. أنا أقول يعني مثل هذه النقاشات ومثل هذه الردود ينبغي ألا تكون يعني أمام الجميع، لأن العراقي يتابع والسعودي يتابع والخليجي يتابع والمصري يتابع. يعني لما يكون هناك يعني أمور شخصية يعني تناقش أمام الملأ، وأيضا يظهر هذا الأمر أمام الشعب الأحوازي، يعني هذا يدل على شيء يعني أنه يعني انتصار للنفس أو عدم الاحترام أو عدم التقدير. نختلف في الرأي، يعني هناك مساحة كبيرة لابد أن يعني نشترك فيها يعني على حجم القضية، وهناك بعض الأمور نختلف فيها، هذا يعتبر خلاف طبيعي. أيضا هناك يعني في الفترات الماضية، ولعلكم تذكرون هناك من يقول نريد دعما من الحكومات، نريد دعم من المؤسسات، نريد دعم من الإسلاميين، نريد دعم من الحقوقيين، نريد 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 نريد. طيب إذا كان أتى يعني هذا الدعم، أتى هذا الحضور، حصل هناك دعم مثلا لأي جهة، وحصلت هناك مؤتمرات، يعني ما الإشكال؟ يعني ما الإشكال إذا كان يعني هناك من يريد أن يعين وينصر هذه القضية؟ خلافات شخصية بينك وبين شخص آخر يعني تكون بينك وبينه يعني على مستوى معين، ما تخرج على السطح، لأن هناك من يرى بأن مثل هذه الأمور حقيقة تحجم من يعني من العمل، أو تحجم من الجهة أو المنظمة التي يعني تحاول أن تثير الخلافات أو المشاكل. كل نعم على شاكلتي، والله عز وجل أعلم بالنيات، و يعني الله عز وجل سيحاسب كل شخص بما عمل. لا يعني يحق لي ولا يحق لأي شخص بأن يدخل في نية الآخر ويعني مباشرة يعني يشرح على هذا التفسير أشياء كثيرة، مقالات، بيانات، مجرد يعني نوايا أو تفسير أو تحليل، هذا غير صحيح ولا يجوز. مشاهدي الكرام، أنتقل وإياكم إلى فقرة جديدة من فقرات برنامجنا بهذا اللقاء مع الأخبار. وكنا في الفترة الماضية قد توقفنا بسبب يعني بعض الفعاليات التي حضرناها، سواء كان مؤتمر الأمة الإسلامية الذي كان في مؤتمر إنقاذ الأمة الذي كان في تركيا، أو مؤتمر النضال الأحوازي الذي كان في كوبنهاجن. نتابع وإياكم جديد الأخبار لهذا المساء. كتائب الناصر تنفذ عمليتين في الأحواز العاصمة. شركة زراعية تطرد عشرات العمال الأحوازيين. وفاة أسير أحوازي في سجون الاحتلال الفارسي. ندوة عن حقوق الأحوازيين في مجلس العموم البريطاني. النضال تختتم مؤتمرها السنوي الثالث في كوبنهاجن. إمام جمعة طهران يدعو لروسيا بالنصر. الاحتلال الفارسي يعتقل ناشطا مدنيا في أردبيل. وبقتل ملا مال حملاوي في طريق عودته إلى ماهبات.
إصابة طالبة جامعية في نيكشهر بطلق ناري. وحيد يبعث برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. نفذت كتائب الشهيد محي الدين الناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز عمليتين متزامنتين في الأحواز العاصمة مساء يوم الثلاثاء الماضي. وأكدت كتائب الناصر بأنها نفذت عملية ضد مركز رقم 17 الواقع في حي الثورة ثم انسحبت إلى مكان آمن. تزامنا مع هذه العملية هاجمت عناصر من كتائب الشهيد محي الدين الناصر مركزا آخر للاحتلال الفارسي الواقع ما بين حي العزيزية والثورة. وتوعدت كتائب الشهيد محي الدين الناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز توعدت الاحتلال الفارسي بمزيد من العمليات العسكرية ودام مستمرا بتطاوله على الشعب العربي الأحوازي وانتهاك أرضه حسب بيان الكتائب. أفادت مصادر أحوازية للموقع الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن شركة جهاد نصر أصفهان التي تدير مشروعا زراعيا ضخما طردت عشرات العمال الأحوازيين. وأضافت المصادر أن إدارة الشركة أبلغت العمال الأحوازيين بطردهم من العمل دون إبدائها الأسباب وحذرتهم من دخول الشركة أو الاقتراب من الأراضي الزراعية التابعة للمشروع والتي هي في الأساس ملك لأحوازيين. واحتجاجا على هذا القرار اعتصم عشرات العمال الأحوازيين المطرودين أمام مقر شركة جهاد نصر أصفهان وهددوا باقتحام مقر الشركة. توفي المناظر الأحوازي محمد عودة الحمادي في سجن شيبان شرق الأحواز العاصمة صباح يوم الجمعة الماضية في ظروف غامضة لم تكشف عنها سلطات الاحتلال الفارسي. وذكرت مواقع أحوازية أن سلطات الاحتلال أبلغت ذوي الأسير بنبأ وفاته دون أن تقدم لهم أي معلومات عن الأسباب التي أدت إلى وفاته. المناضل العودة اعتقل مرارا بين عام 2007 وعام 2012 وقد تعرض للتعذيب الوحشي في سجون الاحتلال الفارسية. بالتعاون والتنسيق مع حزب العمال البريطاني نظمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز ندوة تحت عنوان حقوق الإنسان الأحوازي في إطار القانون الدولي وكيفية مواجهة السياسات الفارسية العدوانية في الأحواز. وعقدت حركة النضال ندوتها صباح الثلاثاء الماضي في إحدى قاعات مجلس العموم البريطاني. شارك في هذه الندوة عدد من النشطاء الأحوازيين ومجموعة من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين العرب والبريطانيين. اختتم صباح السبت 28 من نوفمبر المؤتمر السياسي الثالث لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والذي كان تحت عنوان المقاومة الوطنية الأحوازية وعاصفة الحزم بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية العربية التي جاءت من مختلف الدول العربية والأوروبية بالإضافة إلى ممثلين من الأحزاب الكردية والبلوشية والأذربيجانية. دعا خطيب جمعة طهران محمد علي موحد كرماني دعا أن يقوي الله شوكة روسيا في ضرباتها على الشعب العربي السوري المسلم. استغرب عدد من المتابعين للشأن الإيراني التسويق الديني للتدخل الروسي في سوريا وعدوا ذلك واحدة من طرق النظام التي تستغفل بها شعبها باسم الدين. اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط المدني حبيب ساسنيان في أردبيل وقام جهاز المخابرات باعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.
أهالي المتهم لا يعرفون إلى الآن مكان اعتقاله ولا ظروف وملابسات هذا الاعتقال، كما لا يعرفون التهمة الموجهة له. قامت القوات الإيرانية بإطلاق النار على المواطن الكردي ملمال حملاوي بن رحمن من أهالي مدينة مهاباد في طريق عودته من طهران إلى مهاباد، حيث وقع في كمين نصبته له الشرطة وقاموا بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته بسبب احتراق السيارة عليه وهو في داخلها. هذا ولا تعرف ملابسات الحادثة حتى هذه اللحظة. أصيبت طالبة جامعية بالقرب من الجامعة في مدينة نيكشهر بعد أن قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار عليها بحجة الاشتباه بمتهم. تجدر الإشارة إلى انتشار القتل والإصابة المباشرة من قوات الأمن الإيرانية تحت حجة الاشتباه. وجه الناشط السياسي البلوشي وحيد هوت رسالة إلى منظمة حقوق الإنسان أكد فيها تعرضه للتعذيب أمام عائلته وضربه بالأسلاك الكهربائية وأخذ البصمة منه على أوراق لا يعرف محتواها. طالب هوت في رسالته الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان بالتدخل في قضيته وإطلاق سراحه. كان النظام الإيراني قد اعتقل هوت بتهمة علاقته بمجموعات مخالفة للنظام وحكم عليه بالسجن 20 عاما. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذه النشرة ونهاية هذه الحلقة. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونلتقي بكم إن شاء الله في مساء الأحد القادم، وسنعرض لكم بعضا من الكلمات التي ألقيت في مؤتمر النضال في كوبنهاغن، حيث كانت هذه الكلمات معبرة ورائعة، ويستحق الشعب الأحوازي وكل متابع ومناصر القضايا للشعوب قضايا الشعوب غير الفارسية أن يتابع مثل هذه الكلمات الجميلة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.